اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وأصحابه أجمعين. صباح النور يا البنات، شنحويكم؟ إن شاء الله يا رب تكونوا في خير ونعمة الناس الكل. رجعتكم اليوم فيديو جديد وروتين جديد. اليوم يا البنات شن عندي معكم؟ نهير في الكوجينة ملي نقوهم للي نخرج، وبطبيعة مش روتين كامل، جوست شنية طيبة الحقيقة دبل قمت حركتي الصباح معناها، ومن بعد حركتي نص النهار وكهو حسي قمت الصباح بكري كما ريتو يا البنات في اول الفيديو. مش بكري بكري الحقيقه، راهي 7:15. انا هوني نتسمى لحق تروحي، خاطر اليوم نتسمى قمت مخر من العاده نقوم 6:00 وشويه باش نحضر فطور صغيرات ونبدلهم، خاطر ساعات يبدا باباهم ما فماش يولي يمشي وحدهم والا نوصلهم على ساقي، فهمتوا؟ هي دي جاري المدرسه ما هيش بعيده، اما كم يلزمهم يوصلوا بكري معناها، فهمتوا؟ مش كيما يخرج لي غير درج وغير درجين، بالعاده يوصل بالكهرباء فيسه فيسه، كيما يمشي على سديه يلزم يخرج لي 7 والا غير 4، مش هكاكا قد ما يتمضي نقول في الطريق يوصل في الوقت. الحاصل ويا البنات، قبل كل شيء عاد ما نفكركمش، وحدكم وحدكم تعرفوا شنو باش تعملوا، باش تعملوا لي لايك السمحه، بالطبيعه باش تخلوا لي تعليق، وكل عادة والعويد إذا أول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش باش تشتركوا في القناة وتفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد. الحاصل ويا البنات كيما ريتو جبت العجينة وكورتها هكاكا كرات صغار وحطيتها ترتاح شوية لوطون اللي تسخن المقلة، وجبت لهنا باش نعمل الليم يا البنات البرتقال نقولو نحشروبو باش نعصرو. بالله يا البنات نحب نسألكم لهنا قبل كل شيء، عندي العصاره هذه كيما ريتو اول مره، اول ما جبتها معناها فيها تراسيت بيض نتاع البرتقال، ديتو البنات حكيتها بالجكس، حكيتها بالقرقشتها بالسكينه، شي تراس باقي ابيض، فهمتوا؟ ما عرفتش شنو هي المشكل. بلي هي البنات اللي عندها طريقه هكا باش تنحى بها التراس الابيض اللي يبقى في الحروف هذوك نتاع العصاره يقول لي، خاطر بالحق راه مقلقوني على الاخر منظرهم معناها نغسلها وكل شيء وشي تبقى هكا فيها تراس ابيض كيما الكالكير، مش كيما الكالكير، بسم الله، كيما الكالكير، فما ما فهمتش شنو بالضبط وشنو ينحي. حسيت ويا البنات خديت لهنا المقلاة هي سخنه، تجبت العجينه نتاعي طرحتها بالقلقال وحطيتها تطيب، العجينه تطيب على نار متوسطه ماهيش هاديه على الاخر وماهيش سخونه يا البنات. باهي فما شكون سالتني قالت لي على الخبز نتاعك كيفاش تصنع فيه، والله يا البنات راهي طريقه مبسطه على الاخر، انا باش نحكيها لكم لهنا وان شاء الله الايامات الجايه نبارطاجيها معكم بالتفصيل. حسيلو يا البنات ناخذ السميد ونضيف عليه الملح حسب الذوق، ونضيف عليه مغرفه صغيره قهوه نتاع سكر، ونضيف عليه بالطبيعه الخميره الفوريه اذا كان باش تطيبوه بالوقت وتحبوه يخمر فيسه، هاوينو اعملو باكو كامل فيسع فيسع، وضيفوا عليه شوي فارينة اذا حبيتوها تجيه شوشة اكثر من لازم، سينو راهو السميد وحده سيفيزان ماهوش ضروري معناها الفارينة. المهم يا البنات كيما قلت لكم سميد ولا سميد وفارينة، وضيفوا عليه السكر والخميرة الفورية والملح، وتعجنوه بماء ازيد منه سخون معناها، فهمتوا؟ سخون مش سخون يغلي، اما ماهوش ملذذ كهو، دافي دافي بالباهي، فهمتوا؟ دوبا يحملوا صبعك معناها بالسخان هكا اوضح تقريبا، وتحطوه يتعجن وتخلوه يرتاح بالباهي اذا كان باش تطيبوه بالوقت، سينو اذا كان باش تبيتوه نقصوا الخميره ما تعملوش برشا خاطر باش ياخذ وقته وباش يتخمر بالباهي، اذا كان حاجتكم بها في ساعة الخميره العجينه ها وين تضيفوا لها، اعملوا باكو كامل نتاع خميره. انا لهنا الحقيقه هذه عجنتها في الليل، هذيك علاش عملت لها شويه بركه خميره. هذه هي الوصفه يا البنات، راهو ما عندها حتى ما فيهاش علم معناها، سهله وبسيطه على الاخر وناجحه راهي، كيف تبدا العجينه بيتها راهي تتعجن معناها تضربها ديريكت، فهمتوا؟ تطرحها ديريكت وتحطها تطيب تجي كيما هكا كيما ريتوني عملت بالضبط. كهو يا البنات الحصيل، كملت لهنا طيبت الكسره وباش نعصر كملت عصرت ديجا البرتقال
وعملت لهم قهوتهم وباش يفطروا على رويحاتهم وديركت باش يمشوا، خاطر اليوم يقروا زوز بالصبحيات فباش يمشوا زوز مع بعضهم. وكهو باش نجيبنا لهنا نعطيهم صهيك كيسين العصير وهم خارجين. ولدي ما يحبش ابار القهوه، ما يحب يشرب حتى شاي الصباح. الكيس هذاك عطيته لبنتي وكملت لهنا عصير في البرتقال، خاطر هكاك دريجين اخرين وباش يقوم راجلي. قلت خليني مره واحده نعمل كل شيء مره واحده، فهمتوا؟ كيما طيبت له الكسره مع الصغيرات، حضرت له العصير مع الصغيرات. كيما تشوفوا يا البنات والله نزر باكم تشوفوا ايد في الكسره وايد في العصير وايد في الصغيرات. بالحق راني الله مني، والله الله مني، مازلت نتنفس. بالحق راني تعبه على الاخر البريود هذيا. نقوم كيما تشوفوا يا البنات كيما هكا نطيب الفطور للصغيرات، نفطرهم نبعثهم يقروا على ارواحهم، ونحرك هكا في البيت نلم بيوت النوم. القضيه الكبيره نقضيها في الليل، غسلين معون، حكين غاز، حكين دوش، عنديش صابون نخليه يدور ونرقد، معناه نخدم الغساله ونخليه، نلم الصاله، نلم الكلوار، عنديش حوايج نطويها، تبقى لي لمين البيوت الصباح ونشرن الصابون. نقوم يدوبي ننشر الصابون ونلم بيوت الصغيرات، ساعات نحضر الفطور نتاع نص النهار الصباح، ساعات لا. الاكثريه الحقيقه يا البنات ما نحضروش، خاطر راجلي يتشرط برشا الحقيقه في الماكله. ماهوش يطلب في حاجه الحقيقه مثلا مكلفه والا متعبه ولا لا، اما ساعات نطيب له كسكسي، يحب الكسكسي ويقول لي لا ما عينيش بيه اليوم، انا حاسه بنحب الكسره، نحب مكرونه، نحب روز. حسيلو الوجبه اللي طيبها له ما تقنعوش، يحب وجبه اخرى، فهمتوا؟ فوليت الحقيقه راضيه بالتعب، الفايده ما نطيبش على مرتين، فهمتوا؟ حسيلو وكهوي يا البنات. هزيت لهنا كملت طيبت كسرتي ومشيت كملت بسم الله على بنات، مشيت مشط حوايج، مشط لها حوايج هذيك يا البنات. صايي بديت نخرج، راني والله مازال في اول ليل، يظهر لي حتى 9 مازلت ما صارتش، والله 9:05 تو. وصايي بديت نخرج، البارح مسهره لاخر وقت بحذايا ضيفين، والصباح قمت بكري زاد كيف كيف على الضيفين، واليوم نهار كامل نحرك. خرجت لبرا، حسيلو تو في الفيديو الجاي ولا اللي بعده تعرفوا بالضبط التفاصيل. حسيلو يا البنات كملت فطرت الصغيرات ومشوا على رويحاتهم، ولهنا قلت خليني نعمل لهم كعيبه كيك يفطروا منها، فهمتوا؟ في الصباح، خاطر كيما اليوم ما حبوش ياكلوا لي الكسره، بقت قولي ما محشناش وكي تبدا فما معناها كيك ولا جراندور ولا حاجه كرواسون يولوا يفطروا الحقيقه. سينو الكسره والخبز وكل شيء ما عندهمش فيه، ما عندهمش فيه محبه الصباح. حسيل وليد قلت خليني نعمل لهم كعيبه كيك، كيما جت خلي تجي الفايده يلقوا باش يفطروا الصباح، ما يمشوش جوعانين وليداتي. حسيل لهنا قام راجلي صايي مشى يحضر في روحه كل شيء، جيت لهنا باش نسخن الفطور وحطي ديريكت نسخن في الكسره باش ما نبقاش يدي يا البنات نسخن في الماعون، وعاود اضرب الكسره وعاود طيبه. حسيلو موال طويل وعريض كهو، حتى العصير معصور حاضر، ديجا هو راه ما بقاش برشا يظهر لي ربيع ساعه هكيك بعد الصغيرات وقع. حسيل سخنت له هنا فطور وعطيته فطور، وراكم باش تشوفوا شنو باش يصير فيها الكيك هذه اليوم. اللي صار على الكيك هذه عمره لا صار يا البنات، والله ياكم باش تشوفوا وحكموا وحدكم. إجا اعمل لي هذه نسيب الكيك ونمشي نقضي له شور، إجا اعمل لي هذه نسيب الكيك ونمشي نقضي له شور، بنتي بكت نمشي نعمل لها ببرا. حسيلو الكيك هذه كيك عجيبه غريبه، والله منها جات كيك في الاخر، والله يا البنات باش نحكي لكم ياسر غلطات، مش غلطات، حاجات ما يلزمكمش تعملوهم باش ما تجيكمش الكيك ماهيش ناجحه. الحمد لله هي جات ناجحه، اما كمان فيها برشا ديفوات. لهنا قامت لي جنين وصايي من النوم وجت بحذايا، وقت اللي جيت نركب في البريز نتاع الضو، اوب يا البنات تتكب القهوه نتاعي نسخن في كاس حليب، تكب الحليب الحمد لله. على كل حال اش باش نعمل، وليت نمسح في الفور الساعه، خاطر الفور باش نستعمله ما يلزموش يبقى مبلول، ونظفت القاعه ومن بعد طلعت للغاز، خاطر كيما تشوفوا الحليب تعب الغاز بالحليب. حسيلو لهنا نحب نعطيكم فكره يا البنات باش ما شو اسمه الحليب هذاك ما تطيشوش، وهكاك خساره اللي يطيح في على الغاز. اذا كان عندكم هكا قطوس صغيرون تعطوا فيه في
في خبز وحليب ولا حاجه، هوينكم انتوما جيبوا البيبه نتاع الخبز وحطوها هكاك فوق الغاز، خليها هي تمتص معناها الحليب هذاك الكل، ما تمتصوش السبونتكس، فهمتوا؟ في عوض باش تنظفوه بسبونتكس حطوا البيبه نتاع الخبز هكاك هي تمتصك الحليب الكل، وتحطوه في صحفة وتعطوه للقطاطس إذا كان عندكم قطاطس بالطبيعة. ما يخسرش معناها الحليب. حسيلو كملت مسحت الغاز وخدمت الفور ورجعت للكيكة المحنونة مسكينة، شنو صار فيها براء؟ قوموا ما برر قده. المهم يا البنات، كملت نظفت الغاز ونظفت الفور ونظفت الدنيا الكل وفطرت راجلي وزيد رجعت للكيك هذه. الكيك هذه يا البنات تو هذه الكل مع لهنا معناها ما صارت حتى مشكل. المشكل من بعد كي نحط الفرينه، الفرينه يا البنات كي تقعد اكثر وقت باش تسيبك النشويات اللي فيها الكل، فهمتوا؟ فباش تولي لك معلكه، فهمتوا؟ باش تولي شو اسمي، باش تولي كانك فيها نشا، فهمتوا؟ كان النشويات اللي فيها الكل باش يتسيبوا باش تجيك تتعلق، ماهيش باش تجي خفيفه كما العاده، فهمتوا؟ ف ردوا بالكم من هالعمله هذه. حسيلو يا البنات لهنا قلت اليوم الحقيقه ظهر لي ظهران، بقى لي في شويه عصير نتاع برتقال، قلت علاش لا، علاش نطيش في البرتقال، خليني نعمل كيكه برتقال. يا ريتني ما عملتها كيكه يا البنات، خاطر الماء هذاك نتاع البرتقال هو اللي سهل للفرينه باش تتحل بالقدا بالقدا في وسط الخليط. فبرسك فزت، مش فزت اما ما جاتش كيما حبيتها، كيما تبدا مخلطه ديريكت وتحطت في الفور نتاعها، مش كيما هكا باقيه. والله يا البنات ما حبيتش نقص لكم حتى شيء، باش نحكي لكم بالتفصيل شنو صار، خاطر اللي صار عليها الكيكه هذه لا عمره صار ولا باش يصير. مسكينه ان شاء الله ربي يسامحني انا بالحق. الحسيلو يا البنات خديت كعيبه برتقال برشتها وصبيت الجي الزيت اللي بقى، معناها ما خديتش حكار، عملت الموجود الكل كيما هو يا البنات، بلفط هكاك بو على خوه صيي، خطر مساتت الحقيقه عندي. تكبت قهوتي وهي بقت لهنا تستنى، مشيت فطرت راجلي وهي لهنا تستنى، مشيت لميت حوصة راجلي وهي لهنا تستنى. حسيلو يا البنات ما هذاك هما رجال، راهو كان ينجم يخرج من غير ما نلمو راه حتى شيء، اما باش يقول لك سايب عليك الهرج ويجا دور بيا ويجا ما نعرف شنيا. فوليت الحقيقة خليت، قلت نهايتها كان فزت فزت، ما عندي منع. حسيلو لهنا ضفت الفرينة وخلطتها هكاك، والله لا نعرف على روحي لهنا وين غبرت يا البنات ولا فيش مشيت نعمل. اي مشيت نجيب في الطبق تجارني، قلت لكم الفيديو متصور عنده برشا، والله لا عملت له معناها لعودت رجعت شفته، خاطر هو منتج حاضر جوست ناقص تركيب الصوت، فمانيش عارفه شنو صار بالضبط. اما نتفكر التفاصيل معناها كي نشوف حاجه نتفكر التفاصيل اللي صارت الكل. لهنا كي مريت وجبت الطبق دهنتو بالزيت وبطنتو بالفرينة وباش نحط الخليط متاعي ونحطه في الفور يطيب على روح. ها كيما تشوفوا يا البنات حطيته لهنا باش نحطو يطيب على رويحته، وحسيتو راهو الخليط سبب الحقيقة من بعد ما تنفخت معناها الفرينة بالكدا بالكدا في وسط الحليب والجو، ويظهر لي لهنا نسيت ما حطيت شيء لبنات الزيت، والله ماني عارفه، والله ماني باقي منتج معكم في الفيديو ومانيش راكزه شنو حطيت بالضبط، وما نعرفش يمكن عملت ولا يمكن ما عملتش، والله ماني عارفه يا البنات. حسيلو راكم انتم اكيد راكم مركزين في الفيديو اكثر مني. حسيلو هذه النتيجه، والله جات سمحه هي يا البنات، راهي مطعمها بنين وريحتها برتقال هكا فايحه، اما حسيتها كلي لاصقه شويه، فهمتوا؟ على بعضها كانها بنشا، فهمتوا؟ اكل التعليك اللي يعطاها نشاجت جت فيها، سينو هي رجاء مطعمها بنين ومنظرها زاد السمح. قهوه يا البنات كملت شربت قهوتي، سخنت كويس حليب اخر وكليت مرسو جاتو، قصدت ربي ومشيت نخدم على رويحتي. جيت لهنا في نص النهار عندي كيما من البارح عملت مكرونه بالصوص، بقت عندي صلصه وعندي شويه سلطه، قلت اليوم جوست باش نزيد طاجين، شاورت راجلي قلت له راه عندي بقى عندي برشا صوص، خلينا نتغدوا اليوم صوص وباش نزيد جوست شويه طاجين
ويمكن نعمل سلطه. قال لي مثالش اعمل الطاجين، مانيش باش ناكل مكرونه، هوني باش ناكل معكم الطاجين وكهو. واللي جيت ديريكت من ملي وصلت من الخدمه، وخرت شويه الحقيقه، روحت نص النهار غير شوي تقريبا، غير درجين هكاك، وديريكت بديت في الطاجين. ديجا ما يشدش وقت، الحاجه الوحيده اللي شدت لي وقت هي البطاطا باش قليتها، سينو الباقي الكل حاضر. كاو خديت الجبن رابي، عملت كيما ديتو برشا، وجبت لهنا جبن كويستو هذاك بنين على الاخر، وسمحي البنات والقوم تاعو طياره في وسط الطاجين. عملت القالب الكل، وجفت شو اسمها، جبت الخميرة، خميرة الجاتو حطيت، وكثرت برشا العظام باش هكاك يجيني عالي ومنفج، نقولوا نحنا ما نعرفش انتم شنو تقولوا، منفج هكا ويجي سمح معنا، فهمت، ويجي عالي وهشوش كهو. هذايا الطبيق اللي طيبت فيه الصباح، اصبح الكيك بعد ما فرغته وما خرجت من الدار، كان ما غسلت معينيتي. هاني كي جيت يا البنات لقيت كل شيء ساهل، لفلف ديريكت بديت في الفطور، ما توليتش بالمعون. والله يا البنات راني ساعه ساعه نخليه المعون الحقيقه، كان كيف نجي نطيب الغداء ننظف، هو ديجا راه ما كويسات القهوه والززوه والا صحيين. حاسيلو يا البنات هذا الشكل النهائي نتاع الطاجين بعد ما حضر، ان شاء الله قسمكم انه في الجنه. جبنين ما نحكي لكم شي البنات، مع انه طايب لف لف في ساعة في ساعة، بوها على اخوه كيما تقول مريم. اما جا سمح، شوفوا الشكل النهائي نتاعو محليه. حسيلو يا البنات لهنا نكون وصلت بكم لنهاية الفيديو، وان شاء الله يا ربي فيديو اليوم يكون عجبكم وحفزكم. وكيما قلت لكم يا البنات استنوني تنهبط لكم بيبليكاسيون على المنتدى، تنعطيكم فيها برشا تفاصيل. وكهو مقالكم باش نقول لكم باي باي وبسلامة.